عوز ما يفاجئهم رد لنا شاهد المزيد من التفاصيل. امبارح كانت شلة دبي في حفلة الفنان الشامي، وظهرت لنا محمد وهي عم تمازح صار الوراء انه اطلالتها تبع التسعينات. لك وين صوتي عليهم بطل كان نسي التسعينات تذكروا أما أسامة مروى فنشر امبارح شوية ستوريات كان عم يجاوب على أسئلة الجمهور اللي سألوه إنه لسه شعره ما طول، ورد أسامة بلسه. أيضا لاحظ الجمهور إنه أسامة مروى مختفي عن السوشيال ميديا، مختفي عن مناسبات الشلة في هذه الفترة، والبعض متوقع إنه أسامة عم يجهز لخطبته. من أول ربع ساعة فيها صلعت بعد ساعات، فينا صلعت بعد أيام، وآخر شخص تقريبا طلع بعد يومين حرفيا.